اهلا بيكم، برحب بيكم من داخل المطبخ مع الشيف علا. فتح الباب وقدامنا شغل كبير قوي، شغل عالي النهارده بمناسبه عيد الام. كل سنه وانتم طيبين. شايفين فرخه متقدمه بطريقه كده يعني شيك، ليها فخامه كده. ايوه يعني تقولي اكلها ولا ما اكلهاش؟ ايوه ابوظ المنظر ده. بصي بقى، انا جبت الفرخه دي كيلو ونص او 2 كيلو الا، غسلتها طبعا حلو قوي بالخل والملح وظبطتها حلو. وبعد كده جبت بصلتين حلوين قطعتهم طنشات وحطيت بقى عليهم ملح وفلفل وكمون ودبس ومان وزيت وخل وليمون، خل تاني وبابريكا والحاجات دي كلها حطيتها فيها. كل التوابل تقريبا اللي عندي. بس انا الجديد بالنسبه لي دبس الرمان. لا، عشان يديها الحماده. انا اساسا بحطه على الكبده، مش عشان يديها اللون الجميل ده. ايوه، لا محمره ويعني شكلها كمان مستوي. ايوه حلو. والخضار اللي حواليها شكله فعلا حلو قوي. شهي. انا حشيت بقى حشيتها جوه بالحاجات، البصل والكلام اللي انا عملته ده كله. وبعد كده حطيتها في 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 القمع اللي هو بتاع الشوي دوت. وحطيت حواليها بقى كوسه وجزر عشان الصوص بتاعها ينزل على الحاجات دي يسويها. ممكن حد يحط بطاطس عادي، بما اننا عاملين بطاطس مشويه. ما احنا عاملين بطاطس مشويه، فقلت لا، بس البطاطس هنا هتبقى قصه تانية مع الصوص بتاع اللي عمال ينزل من الفراخ. طبعا طبعا هيبقى جميل، هتبقى قصه تانية. اصل بصي، عاده احنا مش كلنا بنحب قوي الخضار السوتيه. ايوه، رغم فايدته. بس لكن لما يتعمل كده بقى شهي قوي. جميل ومفيد جدا. قوي. بصي انا لابسه ايه؟ ايوه، انا مستعده النهارده علشان انا مش بقدر اساعدك عشان ببقى مش لابسه جوانت في ايدي. لا اهو، انا قصدي ناويه اساعدك في الكيكه. الكيكايه دي بقى، الكيكايه دي انا عملتها، جبت 4 بيضات يكونوا خارجين من الثلاجه مش ساقعين، لان البيض الساقع في الكيكه بيبوظها. اوكي، بيبوظها خالص. المهم، حطيت 4 بيضات وحطيت ربع كوبايه زيت وحطيت كوبايه لبن او ميه دافيه، يا دي يعني، وطبعا فانيليا وكوبايه سكر خلاص. والحاجات التانية بقى اللي هي النواشف، حطيت دقيق 2.5 كوباية، معلقه بيكنج باودر، وحطيت 2 معلقة لبن باودر. طيب، حلو قوي. طبعا انا الجديد بالنسبه لي ان البيض لازم يبقى ساقع. لا مش لازم يبقى ساقع، لا يبقى خارج من الثلاجه. ايوه، يبقى خارج من الثلاجه على جو الاوضه اللي هي المطبخ. يبقى خرجناه بقى لنا فتره. ايوه، ما يبقاش ساقع. ما يبقاش ساقع، لان يعني الساقع بيبوظ الكيكه على طول. يبقى البيض ما يبقاش ساقع، لا نبقى خالص، سايبينه بره الثلاجه فتره. بجو الاوضه المكان اللي فيها. هنيجي بقى هنا. ايوه، بصي بقى، انا عايزه ده صوص شوكولاته. ده صوص الشوكولاته. وطبعا حطيت هنا 2 معلقة كاكاو. صوص الشوكولاته سهل جدا، ممكن نحط 3 معالق كاكاو وربع كوبايه زيت وربع كوبايه سكر. ممكن شوكولاته خام. وممكن شوكولاته خام بتدي طعم طبعا، يبقى تحفه تحفه تحفه. هنيجي بقى هنا، طبعا هنعمل كده اهو. بس استنيني بقى، امال انا لابسه وقلت بقى هساعدك. انا فاكره هعمل على الكيكه نفسها. لا، حطي بقى استني حطي بقى الحاجات اللي احنا حاطين. كل دي حطي بقى من دوت كل حاجه ولا مش نوع؟ ايوه، نوع ده ايوه، النوع ده. النوع ده ايوه. حطي كتير. طيب، حاضر. كمان ايه ده، هيطلع لبره كمان ولا ايه؟ كمان ده موضوع كبير قوي. ده حاجه جميله جدا. انت جايبه القمع ده منين؟ هقول لك. حلو القمع ده قوي. بصي هقول لك اهو كده. طيب ايوه، ساعديني انا مش ملاحقه اهو معايا. ايوه، هنعمل ايه بقى؟ احط من ده كمان؟ حط، شيلي بقى ده براحه. انا ممكن استبدل دول بايه؟ يعني انا لو مش بحب الحاجات دي استبدل اي حاجه عندي. الله، ممكن احط دلوقتي كلها. وشي عليها كلها بقى. الله، دي شكلها بقى. انت عارفه دي للاطفال كمان، الجرنيش اللي انت عاملاه ده. ايوه. طب انا هستبدله بايه؟ ممكن احط ايه اي مثلا؟ اي حاجه زينه. طب هي نفسها حاجة، مش عايزه احط عليها شوكولاته؟ حط اهو. ما هو الشوكولاته دي احنا هنقطعها تنزل تعتبر شكل. طب انا عايز اسالك سؤال، انت عملت الشكل ده بايه؟ بقالب ولا بايه؟ بقالب. اوريكي القالب. انا عايز اعرف الشكل التحفه ده ازاي. اهو وريني القالب. اهو القالب اهو. جانيت. وفي اشكال ده جانيت. جانيت. وطبعا اكيد في اشكال ثانيه. في اشكال كتير قوي. الله، بس الشكل ده تحفه. طب بقول لك ايه، القلب الكبير ده بقى تفتكري احطه فين بقى؟ زي ما انت عايزه تحطيه ولا ناكله لوحده؟ لا حطيه، ما احنا عيد ام بقى. طيب، كل سنه وانتم طيبين. شايفين يا جماعه؟ أيوة. شايفين الافكار قد ايه الواحد لما بيبقى مبدع في اي مجال؟ بصي، المطبخ انت حاولتيه الفن. ايوه، انا طبعاً. انا مبسوطه وانا معاكي. وحطي قلب انت بقى كده الناحيه الثانيه.
ده هو عيد حب ولا فالنتاين ولا عيد ام ولا ايه؟ الله على الجمال. عيد ام تحفه، تسلم ايدك. تسلم. طيب احنا هندوق في الاخر؟ اه طبعا، ده اكيد. لا اكيد انا استخسر. لا لا لا، ليه؟ مش خساره فيك. لا خالص. سواء الفرخه ولا الكيكه. لا لا لا، يعني استخسر اقطع كده وادوق. كلمينا بقى في حاجه ثانيه. ده رز عادي بالشعريه، لان احنا طبعا الصوص بتاع الفرخه والحشو فيها يتاكل مع ال انت عامله بطاطس الفرن؟ عامله بطاطس مشويه بالجبنه الموتزاريلا. بصي انا جبت 4 بطاطسات حلوين، غسلتهم حلو قوي قوي بقشرهم، قطعتهم بس ماشي القطع ما يخرجش، يعني يبقى مقطوعين ثابتين القطع بتاعهم. وجيت عملت رشيت عليهم رشه ملح، وبالزيت حطيت جواهم زيت، دخلتهم الفرن ربع ساعه، هطلعهم تاني احط عليهم الصوص دوت. ده الصوص دوت معلقتين صلصه. أوكي. ومعلقه زيت، وحطيت دبس رمان وملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر. اوكي. هعملهم لما يخرجوا. جبنه الموتزاريلا بقى، والجبنه الموتزاريلا عليهم. انا متخيله المنظر. ايوه. حلو قوي. شكرا. تسلمي. احنا متابعينك، احنا معاكي لسه ما انتهيناش. اكيد يعني هنتابع الخطوات أكيد. الاخيره وشكل السلطه بقى الجديده. بس انا دلوقتي هطلع لتقرير، التقرير بعديه لقائي. افكركم بموضوع لقائي، انا بتكلم مع الدكتور عز حامد ضيفتي النهارده عن الامومه والام، والفرق بين الام الوالده والام الفعليه ايه. هنتكلم على تفاصيل كتير، قد ايه استقرار الام النفسي بيخليها تبقى في حاله عطاء، تقدر تدي اسرتها احسن. فان شاء الله ده موضوع لقائي، والدكتور عزة حامد هي استشاري علاقات اجتماعيه واسريه. اما دلوقتي هنخرج لتقرير لمده دقائق عن العنايه بالنباتات. انا مره ثانيه بنستعرض الاكل اللي فضل مننا اللي عملته الشيف علا فتح الباب، يعني مش قادره اقول لكم. لو تاخروا شويه كده، لو تاخروا شويه كده الصوره خلصت. لا انت قولي لنا بقى انت عملتي ايه النهارده. بصي بقى، انا عايزاك تبداي بالبطاطس المشويه دي. رهيبه يعني بجد، هي البطاطس رهيبه بجد. بس انت عملتيها ازاي؟ البطاطس ديت انا جبتها غسلتها كويس. أيوة. جدا. وبعد كده مسكتها قطعتها، بس تقطيع يعني مش منفق، يعني مش خالصه من البطاطسيه، لا يعني موجوده. دهنتها يعني، البطاطسيه كده اهوت مقطعه، مش مقطعه حتت كده، لا هي البطاطسيه ما قطعهاش رنشات للاخر. لا للاخر، لا ما نقطعهاش، يعني نيجي قبل الاخر ونقف. ايوه. لازم تخلي الاكل يتعصر كده علشان تبقى بالمنظر ده. ايوه. نيجي بقى ناخدها ندهنها زيت، ونحط لها شويه ملح وكمون وفلفل اسود، وندخلها الفرن بشويه ميه صغيرين قوي عشان تستوي بقى. نطلعها بعد كده نعمل لها. ما ينفعش احطها على النار شويه عشان تضمن سواها، لازم في الفرن. لا لا لا، هتستوي على فكره، وهي مستويه جميله بس. أوكي. يعني وبعد كده اطلعها. احط الجبنه الموتزاريلا امتى؟ في الاخر بعد ما اعمل لها الصوص، صوص صلصه وعسل او دبس رمان وملح وفلفل وزيت وخل وكله، واعمل لها دهنه ثانيه على اساس ان هي تبقى حمرا كده اهو. لا انا مش قادره اقول لكم الطعم شكله ايه. طعم جميل جدا. يعني يعني انت دايما متميزه. طبعا كفايه الفرخه ان هي تخليها الفرخه واقفه بهذا القوام، تحس ان هي عارضه ازياء. يعني الفرخه النهارده قايمه بدور الام، يعني ايه عارضه ازياء. ايوه. لا لا، الفرخه فعلا قيمه كده. ايوه، حاسه بقيمه نفسها. بالظبط. تتاكل في الاخر برضه. الحمد لله. لا حاجه فايده يعني، جايين لحقوا واتفرجوا على حاجه. لا حتى الرز بالشعريه على فكره ليه طعم لوحده. والتورته والجاتوه اللي مش قادره اقول لك، انت تابعتينا يا منى واحنا بنحط الشوكولا جوه القمع والجرنيشن ده، مش ممكن. لا لا، رائعه. شكلها سبونج، شكلها من جوه كمان. أيوة. خفيفه حلوه. يعني ان انت متميزه في المطبخ في سبونج. انا لا لا، انت انا خلاص، انا عارفه ان انا كسبت خبره. حفظت بقى خلاص يعني. ايوه. لا حفظت حاجات كتير بجد. الرز بشعريه. انا ده معضله بالنسبه لي، عشان الاثنين ما يعجنوش مع بعض. ايه نعمل ايه؟ بحط معلقتين سمنه ومعلقه زيت. معلقتين سمنه ومعلقه زيت. دايما ان هي ما تعجنش، اتحمري فيها الشعريه الاول. وبعد كده تحطي الشوربه او الميه والملح، وتخليها تغلي. لازم تغلي الميه او الشوربه، وبعد كده تحطي الرز ياخد غلوه، تغطيه وتوطي عليه خالص. خدي بالك من الحاجات التفاصيل الصغيره دي. لا انا واخده بالي. معلقتين سمنه بانت. ايوه، معلقه زيت ومعلقه زيت واحده، يبقى مفلفل كده اهو. لازم الميه تغلي الاول.
ايوه تعملي كده؟ لا طبعا. لا قصدي طبعا طبعا عادي جدا، المعلومات اللي بتقولها دي مش غريبه عندي. عشان كده بقى تدوقي الرز عند ناس تلاقي الرز لوحده حلو قوي. ايوه تاكل انت عايز تاكليه لوحده. ايوه لكن مش عند اي حد كده. مش عند اي حد. لا لا بس عندك من المعضلات اللي عندي زيك على فكره، الرز والمكرونه اللي بالصلصه، بس مخليها في حلقه ثانيه. ايوه النهارده بنحيي كل ام، بنحيي كل ام مكافحه قضت سنين عمرها متفانيه عشان ولادها يبقوا احسن حد في الدنيا. كل الامهات بقول لهم من قلبي كل سنه وانتم طيبين، والامهات اللي هم يعني في الجنه ان شاء الله عيدهم بقول لها برضو عيدهم اجمل واجمل موجود في الجنه، واللي على قيد الحياه ربنا يبارك في عمركم ودايما رمز للعطاء والمحبه. وبشكر يعني زميلتي العزيزه الام الجميله دعاء عبد المجيد، وايضا الشيف علا فتح الباب الام الجميله. كل سنه وانت طيبه حضرتك. طيبه. طب كل الكلام الحلو ده لازم نقول لك بقى زي ولا ايه بقى؟ ولا انا مستنيه اهو. كل الكلام الحلو ده ممكن نضيف عليه ايه؟ كل سنه وانت طيبه يا منى. طيبه. كل سنه وانت طيبه يا علا. كل سنه وكل ام بخير يا رب، تكوني في احسن حال واحسن صحه يا رب، ومستمتعه باولادك حواليكي يا رب، تكوني دايما بخير. أمين. كل سنة وانتم طيبين. طيب. وإلى اللقاء. من في أول مرة